بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج قصص الأنبياء. بعد أن رفع الله عز وجل عيسى عليه السلام إلى السماء ونجاه من القوم الكافرين، ظلت الأرض ما يقارب 6 قرون بلا نبي أو رسول، فانتشر فيها الشرك والكفر بالله عز وجل. فأذن الله عز وجل أن يرحم البشرية بخاتم النبيين والمرسلين، بسيد ولد آدم ولا فخر، بخير من وطئت قدمه الثرى، بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولد في عام الفيل، لما ولد هدمت شرفات إيوان كسرى وانطفأت نار المجوس ورجبت الشياطين في السماء بمولد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولد يتيما فآواه جده عبد المطلب، كم فرح به جده. ثم لما توفي آواه عمه أبو طالب، أمه وهو صغير توفيت رضعته حليمة السعدية. لما جاءها محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان خيرا لها، كم بارك الله في غنمها وشياهها وخيراتها وأموالها بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. كان وهو صبي يلعب مع الصبيان عند حليمة، جاءه جبريل عليه السلام ففزع الأولاد وهربوا، فإذا به يشق صدره، صدر محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أخرج قلبه وغسله وأخرج حظ الشيطان منه، ثم أرجع قلبه والتأم صدره مرة أخرى. التأم صدر من؟ محمد صلى الله عليه وآله وسلم. حفظه الرب عز وجل منذ صغره، فلم يسجد لصنم قط، ولم يشرب خمرا، ولم يأتي فاحشة بأبي هو وأمي. رعى الغنم، حاله كحال الأنبياء. تزوج خديجة فكانت نعمة الزوجة والرفيقة والصاحبة. بل لما خرج في تجارة رآه أحد الرهبان واسمه بحيرة، قال: من يرعى هذا الشاب؟ قال: إنه عمه أبو طالب. فقال الراهب بحيرة، قال: هذا سيكون له شأن كبير وسيكون نبي هذه الأمة. قال: ما أدرك؟ قال: ما جلس أحد في هذا المكان إلا وكان نبيا ورأيته يجلس فيه، ثم إن الغمام يضلله حيث شاء، ثم رأيت في كتفه خاتم النبوة. إنه محمد سيد الأولين والآخرين، خير من وطئت قدمه الثرى على هذه الأرض. أحبه أهل مكة حتى سموه صديقا أمينا، فهو الصادق الأمين الذي أحبه كل أهل مكة بلا استثناء، وحفظه الرب عز وجل وترعرع وعاش في مكة. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل بعثته يختلي بنفسه في مكان يسمى غار حراء، كان يتعبد الله عز وجل فيه. كان يجلس الأيام والليالي، وربما قضى شهرا كاملا في ذلك الغار، في غار حراء لوحده في ظلام الليل في حر النهار، وخديجة رضي الله عنها تأتي له بالطعام والزاد والشراب. وكان يجلس يتعبد الله، كيف يتعبد الله لا ندري، لكن بينه وبين ربه ربما دعاء، ربما ذكر، ربما تفكر، ربما تسبيح. يجلس في الأيام والليالي، وفي ليلة ظلماء كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الغار. فجأة جاءه شيء من ورائه فضمه، لم يستطع أن يتحرك أو يتخلص منه، فقال له ذلك الشيء: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق. إنها بداية البعثة، إنها أول قطرة من قطرات الوحي. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. أول كلمة من القرآن نزلت: اقرأ. ديننا دين القراءة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم
الذي علم بالقلم علم الإنسان، علم الإنسان ما لم يعلم، ثم تركه فإذا هو جبريل بنفسه جاء يعلم النبي ويلقن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول البعثة، إنها أول قطرات الوحي. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورجع مسرعا إلى أين؟ إلى زوجته. خرج من الغار إلى زوجته خديجة وهو يقول لها: زملوني زملوني، دثروني دثروني، لقد بدأت الرحمة إلى الأرض تنزل. إنها ساعة الانفراج للبشرية، البشرية بعد أن كانت في ضلال وفي عمى وفي جاهلية وشرك، أنزل الله عز وجل إليهم تلك الرحمة. إنها بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قد بدأت، بدأ النور ينزل إلى الأرض، وبدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينشر دين الله جل وعلا، بدأ يبلغ الناس دين الله. ذهبت به خديجة إلى ورقة بن نوفل فأخبره: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. بعد بعثته عليه الصلاة والسلام قام على الصفا يبلغ الناس الدين، قال: أيها الناس، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. أول من رد عليه من؟ عمه أبو لهب. قال: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ تبت يد أبي لهب وتب. كم عذب النبي وأصحابه، بلال يجر على الرمضاء ويوضع الصخر على رأسه ويجلد وهو يقول: أحد أحد. عمار تذبح أمه أمامه ويذبح أبوه، والنبي يمر عليهم وهم يتعذبون يقول لهم: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. خباب يوضع على الجمر حتى يشوى ظهره ويذكرهم بالأمم السابقة، يقول لهم: كان يؤتى بأحدهم في حفرة ويوضع المنشار على رأسه فيفرق نصفين لا يرده ذلك عن دينه شيئا. يطوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالبيت فيخنق حتى كاد يقتل، فمن يدفعهم عنه إلا أبو بكر. يوم من الأيام كان يسجد عند الكعبة فوضعوا على ظهره ورأسه سل الجزور، قذارة ناقة بعد أن ولدت، حملوها ورموها على ظهره صلى الله عليه وآله وسلم 13 سنة من الضرب والتعذيب والقتل حتى التجويع، 3 سنوات حاصروهم بغير أن يوصلوا إليهم طعاما، حتى أن بعضهم كان يأكل ورق الشجر. صبر النبي عليه الصلاة والسلام، ذهب إلى الطائف يبلغهم الدين فتبعوه بالحجارة. جاءه الملك يقول: دعني أطبق عليهم الأخشبين، يقول: لا لا، أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. 13 سنة من التعذيب والتجويع والاضطهاد، والنبي يصبر ويصبر أصحابه على كل هذا. قصص نور وقصص حكمة وصبر. لما اشتد البلاء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه في مكة، أذن الله لهم بالهجرة إلى المدينة. جاء النبي إلى أبي بكر يخبره بالهجرة فقال: يا رسول الله، الصحبة؟ قال: الصحبة يا أبا بكر. فبكى أبو بكر من شدة الفرح. في ليلة الهجرة نام الإمام علي رضي الله عنه في فراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يفدي الإمام عليا النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. نام الإمام علي في فراش النبي، خرج النبي مع أبي بكر إلى غار ثور. قبل أن يدخل الغار دخل أبو بكر فوجد فيه جحرين، غطى أحدهما بثوبه والآخر برجله، ونام النبي على رجل أبي بكر. لسعت دابة رجل أبي بكر الصديق رضي الله عنه فلم يتحرك، دمعت عيناه فسقط شيء من الدمع على خد النبي صلى الله عليه وسلم فاستيقظ. قال: ما لك يا أبا بكر؟ قال: لا شيء، لسعني شيء برجلي. قال: أرني رجلك يا أبا بكر. فدعا لها ونفث عليها فبرئت. ظل النبي مع أبي بكر في ذلك الغار ليلة كاملة، وفي الصباح كان المشركون يبحثون عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فوصلوا إلى باب الغار فوقفوا عند باب الغار فبكى أبو بكر. قال: ما الذي يبكيك يا أبا بكر؟
قال لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا يا رسول الله. قال ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. تخيلوا ليلة يبيتها النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أبي بكر، ثم بعدها ليلة وليلة وليلة، ليالي طويلة يبيتونها أين؟ في ذلك الغار. إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن لا تحزن إن الله معنا. إنها ليالي حاسمة في ذلك الغار بين مرحلة ومرحلة أخرى. ظل النبي مع أبي بكر أياما وليالي في ذلك الغار، وأسرة أبي بكر كلها تخدم أبا بكر وتخدم الهجرة وتخدم رسول الله قبل هذا، حتى أذن الله له أن يذهب إلى المدينة، فسار من الغار إلى المدينة كرمها الله وشرفها الله. من الذي تبعهم؟ سراقح، وكان مشركا قبل إسلامه، فوصل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبي بكر، فنظر أبو بكر خلفه فرأى سراقة، قال إنه سراقة يا رسول الله. قال لا عليك، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. إذ يقول لصاحبه لا تحزن لا تحزن إن الله لا تحزن إن الله معنا. وفعلا ساخت قوائم فرس سراقة في الأرض فلم يستطع القيام، فرجع النبي إليه يقول يا سراقة هل لك أن ترجع وتعمي علينا؟ قال وما لي يا محمد؟ قال لك سوار كسرى، لك سوار كسرى. وفعلا عم سراقة عليهم، ووصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع صاحبه أبي بكر الصديق، وصل معه إلى المدينة واستقبلهم الناس أحسن استقبال. أي مكان هذا؟ إنها المدينة مرحلة جديدة في مراحل دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يبدأها في تلك الأرض المدينة المنورة. عاش النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الهجرة في المدينة، وكان فيها يهود. سالمهم وعاهدهم لكنهم غدروا وأرادوا قتله، قتل من قتل وأجلى من أجلى منهم. أسس الدولة الإسلامية وأقام الجهاد في سبيل الله، انتصر في أول معركة له مع المشركين في بدر، فهزم الجمع وولى الدبر. في أحد أصيب وقتل بعض أصحابه، تجمع المشركون والأحزاب حوله في الخندق، فنصره الله عز وجل وأيده، فتح الله عليه في الحديبية فتحا مبينا. وفي السنة الثامنة رجع إلى مكة فاتحا، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ظل حياته يجاهد في سبيل الله، يقاتل أعداء الله عز وجل، نشر الدعوة في كل مكان، أرسل الرسل، بعث الناس بالكتب، وجه هذه الأمة إلى دينها، علمهم أخلاقهم. كان يقاتل في حنين وهو أكثر من 60 سنة عمره، يقاتل بكل شجاعة وقوة وبطولة، وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قاتل في سبيل الله، لم يخش أحدا في الله، كان يعلم أصحابه على القتال وعلى الجهاد. مكث في المدينة 10 سنين، من تضحية إلى أخرى، من جهاد إلى آخر، حتى وعد أصحابه بفتح بيت المقدس وبفتح مشارق الأرض ومغاربها، وأسس أمة إسلامية ودولة إلى اليوم بقيت آثارها وبقيت دعوته. بلغ الرسالة وأدى الأمانة وقاتل في سبيل الله وجاهد في الله حق جهاده، حتى لقى ربه عز وجل. نبينا عليه الصلاة والسلام كان على كبر سنه يعلم الصغير والكبير، يعلم الجاهل والمتعلم، يجلس مع الوفود حتى من غير المسلمين، من
أديان شتى يجلس معهم يعلمهم شؤون دينهم وأمور دينهم. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعبد الناس لربه جل وعلا، فقد كان يكثر من الصيام، أما الليل فكان يجعله لله عز وجل. كل ليلة كان يقوم الليل، بل كان أحيانا يتجاوز نصف الليل وأكثره، كما أمره الله عز وجل: قم الليل إلا قليلا. دخل عليه بلال يؤذنه بصلاة الفجر يوما، فرآه يقوم الليل ويبكي، يبكي عليه الصلاة والسلام، قال: لما كل هذا البكاء؟ قال: قد أنزلت علي الليلة آيات، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. كان يقرأها عليه الصلاة والسلام ويبكي أكثر الليل. تقول عائشة: قام من نومه ليلة فتوضأ فصلى فقرأ قول الله عز وجل: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. تقول: فظل يبكي حتى سجد وهو يبكي وهو يقول: اللهم أمتي أمتي. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أزهد الناس، ما كان يملك شيئا من الدنيا، بل ما كان يريد أصلا شيئا من الدنيا. كان يمر عليه الهلال تلو الهلال تلو الهلال ولا يوقد في بيته نار. كان يربط على بطنه حجرا من شدة الجوع، هكذا كان. بل كان يصوم ولا يجد ما يفطر عليه إلا تمرة أو يحسو حسوات من ماء. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس خلقا وخير الناس لأهله. كان يمر على الصبيان فيسلم عليهم، كان يعفو عن غير المسلمين، كان لا يظلم أحدا ولا يرضى أن يظلم عنده أحد، كان حليما، كان رفيقا، حتى قال الله عز وجل فيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بل كان عليه الصلاة والسلام يحرص حتى على الحيوانات. لما رأى طيرا يعبث به نهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما رأى قطة وسمع عن قطة حبست قال لأصحابه: إن امرأة دخلت النار في قطة حبستها. هكذا كان عليه الصلاة والسلام. بل نهى الصحابة حتى عن قتل النمل، قال: إنها أمة من الأمم تسبح، كيف لا وهو رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كان أرحم الخلق بالخلق عليه الصلاة والسلام. كان رحيما، كان رؤوفا. كانت الجارية الصغيرة تمسك بيده فتسير به حيث شاءت، لا يردها عليه الصلاة والسلام. يقول خادمه أنس: 9 سنوات في بيته ما قال لي يوما لشيء فعلته لم فعلته، ولم يقل لي يوما لشيء لم أفعله لم لم تفعله. يقول: والله ما نهرني ولا كهرني 9 سنين. وهكذا كانت أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم، أحسن الناس خلقا. يأتي رجل فيبول في مسجدي فلا ينهره ولا يتكلم عليه بصوت غليظ، بل علمه أن المساجد لم توضع لهذا. فرفع الرجل يديه إلى السماء وهو يقول: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. يأتيه رجل فيتله من ثيابه فينظر إليه يقول: ماذا تريد؟ قال: أعطني من مال الله. فيقول النبي وهو يبتسم لأصحابه: أعطوه من بيت المال. هكذا كانت عبادته، وهذا جزء من أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم.
قصص نور قصص. حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنة العاشرة، سميت حجته بحجة الوداع. كان في الحج يقول لأصحابه: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ولما رجع من الحج وفي بداية السنة الحادية عشرة للهجرة، أحس النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمرض، وازداد فيه المرض، واشتد به الصداع، واستأذن أزواجه أن يبيت في بيت زوجته عائشة الصديقة رضي الله عنها، فبات عندها ليالي طوال، واشتد المرض به، وكان يقوم يحمل إلى الصلاة. وفي ليلة من الليالي جاءه بلال ليؤذنه بالصلاة، فسأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أصلى الناس؟ قال: لا يا رسول الله، إنهم ينتظرونك. ثم قال النبي وقد علته الحرارة والحمى: قال: أهريقوا علي ماء. فصبوا عليه ماء، وإذا به صلى الله عليه وآله وسلم يحس بشيء من نشاط فيقوم، فلما قام اشتد المرض به فسقط على الأرض وأغمي عليه، ثم حمل إلى الفراش، ثم قام فقال: أصلى الناس؟ قالوا: لا يا رسول الله، إنهم ينتظرونك. فقال: أهريقوا علي ماء. فصبوا عليه ماء لتخف حرارته، ثم قام ليذهب إلى المسجد فلم يستطع فسقط، ثم عاد مرة أخرى إلى الفراش وظل هكذا حتى قال لبلال: مر أبا بكر فليصلي بالناس، مر أبا بكر فليصلي بالناس. فجاء بلال يأمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فصلى بهم، ولأول مرة يصلي رجل آخر بالصحابة والرسول موجود. حزنت المدينة كلها، اشتد الهم بالناس جميعا: كيف لا يأتي إلينا حبيبنا نبينا ليصلي بنا الصلوات؟ صلاة الفجر هكذا، صلاة الظهر هكذا، ظل ثلاثة أيام في الفراش لا يستطيع أن يصلي بالناس، حتى أحس بنشاط في يوم من الأيام، فقام عليه الصلاة والسلام وخطب بالناس وصلى بهم، ثم قال: إن الله عز وجل خير عبدا بين هذه الدنيا وزهرتها وبين ما عنده، فاختار العبد ما عند الله عز وجل، ولم يخبرهم أنه هو. فإذا بأبي بكر يبكي بين الناس، يبكي لأنه علم أنه نعي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم الصلاة التي بعدها لم يستطع أن يخرج إليهم، فانتشر الحزن بين الناس وعلاهم الهم والغم: حبيبنا مريض، نبينا الذي كان يقوم يجاهد معنا، يقاتل معنا، يعلمنا ديننا، يربينا، يذكرنا، الآن هو مريض. في اليوم الأخير نادى آل بيته فاطمة رضي الله عنها ابنته فلذة كبده، وآل بيته يوصيهم يذكرهم، بكت عليه فاطمة وهي تقول: وأكرب أبتاه، وأكرب أبتاه. فقال: لا كرب على أبيك بعد اليوم. ولما جاء الضحى كان لوحده مع عائشة، وضعته بين سحرها ونحرها، ثم قال: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. ثم توفي صلى الله عليه وآله وسلم، وانتشر الخبر بالمدينة، والناس بين مصدق ومكذب. أما عمر فهدد الناس: من قال أنه مات لأضربنه بالسيف. ثم جاء أبو بكر ودخل عليه وكشف الغطاء عن وجهه ورآه ميتا فقبله بين عينيه، ثم خرج إلى الناس وقال لهم: أما بعد، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ: وما محمد إلا رسول، إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ودفن بعد يومين، وإذا بفاطمة تقول للذين دفنوه: كيف طاوعتكم قلوبكم أن تحث التراب على وجه رسول الله؟ يقول أنس: لما قدم النبي المدينة أنار في المدينة كل شيء، ولما مات أظلم في المدينة
كل شيء وهكذا طويت آخر صفحة من صفحات قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. خاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، توفي حاله كحال جميع الرسل. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل سوف نستخلص الدروس والعبر من قصص الأنبياء. ماذا استفدنا من هذه القصص؟ وما العبر وما الحكم التي استلهمناها من هذه القصص؟ حتى نلقاكم إن شاء الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصص نور قصص.